بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالإبداع والتميز، يرقد الفنان الكبير فضل الكريدي على فراش المرض عقب تعرضه قبل أيام لجلطة دماغية ونزيف حاد في الدماغ سافر على إثرها إلى الهند للعلاج، إلا أنه حد قوله لم يستفيد من العلاج وما زال على هذه الحالة. الأستاذ فضل كريدي طبعا علم ومرجع فني نعتز به، واحد من الأسماء من الرواد نعتبره رائد ونجم في المجال الفني، وهو من عازفي العود أيضا النادرين في الساحة، من تلاميذ فضل محمد اللاحقي. طبعا أنا أعتز بريشتي فضل محمد اللاحقي وفضل محمد الكريدي طبعا، ولا ننسى دور الفنان فيصل علي رحمه الله. طبعا فضل الكريدي ظلم في حياته، وهو عزيز النفس طبعا كفنان مبدع لم يستجدي أحدا رغم حالته الصحية وحالته الأسرية وحالته الصعبة، إلا أنه تاريخه عريق. تعرض لجلطة دماغية ونزيف حاد كان في الدماغ، فتم إسعافه للمستشفى وجلس حوالي فترة شهر، وبعد شهر سافرنا إلى جمهورية الهند، وهناك برضو قضينا فترة في العلاج وعدنا، بس الآن ما استفاد من العلاج اللي تم هناك، وما زال على هذه الحالة زي ما تشوفوا الآن. يعني هو الآن يحتاج إلى علاج، هو يعاني من الكوليسترول وضعف في القلب والسكر والضغط، ويحتاج كمان إلى علاج طبيعي. فنحن عملنا مجهودات كبيرة، حاولنا في هذا المجال مجهوداتنا ذاتية طبعا ومساعدة بعض الأصدقاء والأهل اللي قدموا مساعدة، ولكن الحمد لله نقول على كل حال. الفنان اللحجي فضل كريدي يحتاج إلى رعاية صحية واهتمام من الجميع، كونه قدم الكثير وأثر الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية الجميلة التي ما تزال خالدة في وجدان جمهوره في كل أرجاء الوطن. للأسف الشديد في ظل وضعنا الراهن لم ينال فضل كريدي حقه من التقديم كرايد وكنجم وكملحن عبقري وكعازف من العازفين الذين المتفرجين على آلة العود وحتى الكمنجة. يجهل الأخوة المشاهدين أن فضل كريدي من أوائل عازفي الندوة اللحجية وندوة التبان على الكمنجة متفردا، هو فيصل علوي كان يشكلوا ثنائية جميلة على الكمنجة في فترة الستينات وأوائل السبعينات، أيضا قاد فرق موسيقية كثيرة وتتلمذوا على يديه الكثيرين. اليوم التمسنا سوء الأحوال التي يمر فيها الأستاذ فضل محمد الكريدي، ونقص في العناية ونقص في الدعم سواء من المسؤولين أو من ذوي الاختصاص، فأتمنى اللفتة الكريمة للأستاذ فضل محمد الكريدي والوقفة الجادة مع لحاقة الماسة طبعا للعلاج. فلا ننسى الفضل الذي قدمه لنا من بداية مشواره الفني، فهم من أسرة فنية عريقة وأرجو الاهتمام بذلك. حاليا يعني يحتاج إلى أيضا الكثير من العناية، يعني لأن كيف يعني الأسرة هذه يعني إيش الذي ممكن أن أين عن الجهات المختصة والمسؤولة التي ممكن أن تدافع عن حقوق ذلك المبدع الذي فنى عمره وريعان شبابه في تقديم عصارة جهده من العصارات الفنية والحاجات التي ممكن يعني أطربت الوجدان وهكذا. لكن كيف الآن نحن بنسعد هذه الأسرة إلا من خلال أيضا يعني مساعدتها ومساعدتهم أيضا في تقييم وضعه الصحي الحرج. رسالة إلى السلطات المحلية في عدن وفي لاحق وغيرها بالاهتمام بمثل هؤلاء العباقرة ومثل هؤلاء النجوم، أيضا إلى كل الخيرين في الوطن وخارجه، لماذا يتركون ويهملون أمثال الأستاذ فضل كريدي مرمي على فراش المرض طيلة هذه الفترة. طوال مشواره الفني نحت الفنان كريدي اسمه على الصخر بأحرف من نور بروائع غنائية وموسيقية وألحان وصفت بأنها تقاوم الحزن ومرارة الحياة، وهو الآن في أمس الحاجة للفتة كريمة من الجهات المختصة لانتشاله من حالته الصحية المتردية
والوقوف بجانبه ودعمه لاستكمال العلاج ومد يد العون لإخراجه من الأزمة الصحية التي يمر بها.